بيكم في حلقة جديدة من English Expert. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس جديد من دروس الجرامر وهو الباسيف. من المعروف إن الباسيف قاعدة بنحتاجها لما نحب إن إحنا نتكلم أو نركز على المفعول دون الفاعل في الجملة. خلي بالك معايا من الجملة دي. I buy a car. I buy a car جملة فيها subject اللي هو I, verb اللي هو buy, a car اللي هو object او المفعول. اوكي طيب دلوقتي انا عايز اركز على المفعول نفسه اللي هو الكار علشان اركز على حدث الشراء نفسه، تمام؟ ومش عايز اذكر I بما ان طبعا دي حاجة بديهية ومعروفة. فمن احد اسباب استخدام الباسيف ان يكون الفاعل already معروف. اوكي من احد استخدام الباسيف ايضا ان يكون التركيز على الشيء، يعني الموضوع على الشيء نفسه. اوكي لما تيجي تحول الباسيف هنمشي على القواعد دي. اول حاجه هنبتدي بالمفعول، يعني لازم نبتدي بكلمه a car. اوكي وهنحذف i، تمام كده؟ بعد لما تبتدي ب a car طبعا تكون حذفت الفاعل في اول الجمله، بنحذفه عادي. تبتدي تشوف الزمن اللي الجمله فيه. فاحنا عملنا جملة واحدة بس في كل الأزمنة الأساسية، وابتدينا إن إحنا نحولها للباسيف حسب كل زمن. خلي بالك معي. Number one في present simple I buy a car. I buy a car في present simple. هنتبع الخطوات بتاعتنا. هنشطب I نبتدي بـ a car، وخلي بالك في present simple المبني المجهول بيكون عبارة عن is و are plus ال past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. فبالتالي هنبتدي نقول a car is bought، عربية اشترت. اوكي تمام، او تم شراء السيارة. خلي بالك معايا بالنسبة لل past simple طبعا الجملة مش هتبقى I buy، هتبقى I bought a car. دلوقتي الجملة دي في ال past simple هتبتدي طبعا ب a car. الباست سيمبل ماضي البريزنت سيمبل، وبالتالي is و are تبقى was و were والتصريف الثالث او الباست participle. A car was bought، يبقى a car is bought ده بريزنت سيمبل باسيف، a car was bought ده بريزنت سيمبل past. اوكي سوري باست سيمبل باسيف، باست سيمبل باسيف. اوكي في البريزنت بيرفكت الجمله بتقول I have bought a car. اوكي I have bought a car. لما نيجي نقلبها للباسيف تبقى a car have been bought. خلي بالك بننزل have وبنحط been او been، لو عايز تنطقها American تبقى have been bought. have been bought يبقى لازم been اللي هي been تكون في المبني للمجهول بالنسبة لزمن المضارع التام أو الـ present perfect. أوكي خلي بالك معايا بالنسبة للـ present continuous. الـ present continuous هنقول I am buying a car مثلا now أو at the moment. طيب علشان في ing هنا لما نقلب للـ passive هنقول a car is being bought. خلي بالك من كلمة being بتتحط لما يكون المبني المجهول من زمن المضارع المستمر is و are plus being plus ال past participle او التصريف التالت. العكس اللي هو ال past continuous I was buying a car هتبقى a car was being bought. again هنستخدم being علشان ده ماضي برضو مستمر، بس بدل is و are في المضارع المستمر في المبني المجهول اتكلمنا واخدنا was او were في المبني المجهول بالنسبة للماضي المستمر. طبعا الماضي التام عكس المضارع التام، طبعا has و have بتتحول ل had زائد التصريف التالت في الجملة. ولما نيجي نحول للباسيف هنقول a car had been bought برضو زي المضارع التام، الماضي التام بضيف been والتصريف التالت بعد had. بالنسبة لأزمنة المستقبل وأي حاجة فيها to زي has to have to had to، أي حاجة فيها to هتضطر إن أنت تحط be زائد التصريف الثالث أو زائد الباست participle. مثال I will buy a car
هتبقى a car will be bought. A car will, خدنا will, حطينا بعديها be bought. Okay. I have to buy a car. هتبقى a car have to be bought. يبقى سواء will أو should أو can أو must أو has to أو have to أو had to هتستخدم وراهم be, تحطهم زي ما هما في المبني المجهول, وتحط be زائد التصريف التالت. دي كانت شرح المختصر للمبني المجهول. طبعا انا عارف ان في ناس كتير بتستصعب القاعده دي, ولكن القاعده سهله جدا. وانس ان انت تمشي على كل الازمنه وتحل تدريبات هتلاقي الموضوع سهل جدا. طبعا انا عارف ان بالنسبه للناس اللي في الثانوي العام في بعض القواعد الاستثنائيه والملاحظات, طبعا ان شاء الله هشرح لكم في فيديو تاني, هيبقى الجزء التاني ان شاء الله من شرح المبني للمجهول. اذا عجبك الفيديو ده لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا, ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من English Expert. السلام عليكم.